ولكن المرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أجورنا وأجوركم بذكرى مصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. أتناول أيها الأحبة في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة موضوعا وبحثا أحاول أن أعالج فيه أمرا يرتبط بالنقولات والأخبار الواردة إلينا. فدعوني أولا أبين الداعية لهذا الموضوع، يعني ليش طرحنا هذا الموضوع وما علاقته بثورة كربلاء، ثم سأنقط مجلس هذه الليلة. أولا دعوني أذكر مقدمة ترتبط بالنقولات والأخبار، وسيتبين لكم أيها الأحبة لماذا نحن بحاجة لطرح علمي نتعرف من خلاله على الأدوات العلمية في التعامل مع النقولات والأخبار. النقولات والأخبار التي ترد إلينا وتصل إلينا متنوعة ومتعددة، وهي كثيرة، ونجد هذه الأخبار تحمل مضامين مختلفة، فبعض الأخبار يحمل بعض المضامين الفقهية، وبعضها الآخر يحمل بعض المضامين العقائدية، وبعضها كذلك يحمل مضامينا تاريخية، وهنا العلاقة بين الموضوع وثورة كربلاء وإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام. فإن النقولات تكون في قسم منها تاريخية، ولكن تبقى أيضا بعض النقولات أيها الأحباء تشتمل على بعض الأحكام الشرعية، كما وتشتمل أيضا على بعض الأمور العقائدية. وهنا نحتاج أن نتعرف على الأداة العلمية، يعني شنو الطريقة العلمية للتعامل مع النقولات الفقهية وللتعامل مع النقولات العقائدية والتعامل مع النقولات كذلك التاريخية. هل نتعامل مع كل هذه الروايات والأخبار المتعددة والمتنوعة في حقولها المعرفية معاملة واحدة أو لا؟ فإن بعضا منا
يتعامل مع كل هذه المرويات معاملة واحدة. شنو هي المعاملة؟ شيخنا هذه الرواية معتبرة صحيحة أو ليست بشنو؟ بصحيحة. يعني يطلب في كل حقل معرفي يطلب صحة الرواية، يطلب أن الرواية معتبرة أم لا. وهذا التعامل وهذه الأداة في التعامل مع الأخبار والنقول لا تصح في كل الحقول. يعني الحقل الفقهي يختلف عن الحقل العقائدي، يختلف عن الحقل التاريخي، فلا تخلط كل الحقول والروايات اللي بمضامينها مختلفة كلها تدمجها في حقل واحد أو في طريقة علمية واحدة، وهي المطالبة بالروايات المعتبرة وفقط. شلون؟ خلنا نبين. ها الآن وصلنا إلى التنقيد، ماذا سنتناول لمعالجة هذا الموضوع؟ ليش نبي نعالج هذا الموضوع؟ نبي نعالج هذا الموضوع على اعتبار أن هناك صنفان من الأشخاص، إما أن يتعامل بنوع من التساهل في نقل المرويات، وإما أن يتعامل بنوع من التشدد. لذلك إحنا بحاجة إلى رسم الخطوط الأساسية للأدوات المعرفية والعلمية في التعامل مع الأخبار والروايات. نقول نحتاج أولا أن نتعرف على الطريقة الفقهية في التعامل مع النقولات الفقهية. ثانيا نتعامل ونريد أن نتعرف على الطريقة العلمية في التعامل مع الروايات العقائدية. فدعونا نشرع في بيان هاتين النقطتين الأساسيتين. أولا كيف نتعامل مع الروايات الفقهية؟ وشنه الروايات الفقهية؟ الروايات الفقهية هي في القسم من المرويات التي يرتبط بنقل الأحكام الشرعية. يعني هذا يجوز، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه. هذه الروايات روايات نسميها روايات الأحكام، يعني تنقل لنا أحكام شنو؟ أحكام شرعية. الآن الفقهاء إذا يبون يستفيدون حكم شرعي، ما هي طريقتهم العلمية في استفادة الحكم الشرعي؟ يقولون لدينا مسلكين أساسيين، طريقتين أساسيتين. ما هما؟ قالوا الطريقة الأولى أن نعتمد أسلوب الوثاقة ومسلك الوثاقة، والطريقة الثانية مسلك الوثوق. وليش نبين هذه الاصطلاحات الفقهية؟ لأن الحين صارت الناس تتدخل في المصطلحات الفقهية. يعني شنو؟ يعني رأساً تشوفهم يقولون هذا الرواية شنو صحيحة لو ما هي صحيحة، وهذه شنو نعتمد عليها، وهذه ما نعتمد، وهذه كذا، وهذه يقولون ما هي معتبرة، وهذه كذا. يعني إحنا الآن أصبحنا بحاجة إلى معرفة ولو شيئا يسيرا من الأسلوب الفقهي في التعامل مع المرويات. يقولون مسلكنا الأول مسلك الوثاقة. يعني وش مسلك الوثاقة؟ يقولون إحنا نقسم الروايات إلى أربعة أقسام. قسم أول رواية صحيحة، وهذه الرواية الصحيحة هي الرواية التي ينقلها رجال مؤمنين شيعة وهم عدول. فهذه الرواية إذا شفنا رجالها من الشيعة العدول أسمينا تلك الرواية رواية شنو؟ رواية صحيحة. زين. قسم ثاني من الروايات روايات لا ينقلها شيعة لكن ينقلها ثقات، يعني لا يكذبون، وهذه الرواية هي الرواية شنو؟ الموثقة. هذه أيضا معتبرة عندنا نأخذ بها. قسم ثالث من الروايات روايات حسنة،
يعني رواها رجال من الشيعة أو بعض منهم رجال شيعة والآخرون مثلا عدول، لكن هذين البعض اللي مثلا رووها لا نعرف حالهم، هل هم ثقة أو ما هو ثقة، لكنهم ممدوحين، يعني ممدوحين عند الرجال، فهذه الرواية يسمونها الرواية الحسنة. أما الرواية الرابعة والقسم الرابع من الروايات، روايات ضعيفة، يعني يجيك راوي ضعيف معروف بالكذب والواضع، أو يجيك راوي أصلا لم يرى الإمام الصادق عليه السلام ويقول قال الإمام الصادق مباشرة، فهذا ضعف في الرواية. فيقولون الفقهاء في مسلكهم الأول أننا نعتمد مسلك الوثاقة، يعني نعتمد الرواية الصحيحة أو الموثقة أو الحسنة، ولا نأخذ بالرواية شنو أيها الأحبة، الرواية الضعيفة. هذا في الفقه، قاعدين نتكلم في الفقه شلون يتعاملون. إنزين، مسلك ثاني، هذا المسلك الأول. مسلك ثاني، مسلك الأول مثل السيد الخوي يتبنى. مسلك ثاني قال لا، قال إحنا ناخذ الصحيحة وناخذ الموثقة وناخذ الحسنة، أما الضعيفة مو رأساً نقطها، مو رأساً ما نعتبرها. ليش؟ قالوا لأن إحنا مسلكنا مسلك نسميه مسلك الوثوق. وما معنى الوثوق؟ معنى الوثوق أن في بعض الأحيان الرواية تكون ضعيفة ولكن تحتف بها جملة من القرائن، جملة من المؤيدات التي تؤيد صحة مضمونها، فحينئذ نثق بصحة مضمونها فنأخذ بها رغم ضعف سندها، وهذا المسلك يسمونه مسلك الوثوق. ومن الفقهاء اللي يعتمدون هذا المسلك مثل سماحة السيد السيستاني أيده الله وأبقاه. شوف شلون، هاي مسلكين. الآن لما هذا الاختلاف؟ الاختلاف تبعا للاختلاف في مدلول الدليل، فإن من ضمن الأدلة التي يستدل بها الفقهاء والعلماء في موضوع حجية الأخبار وما يؤخذ من الأخبار هي قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شنو قصة هذه الآية؟ هذه الآية أيها الأحبة، رجل من بني المصطلق، بنو المصطلق بر المدينة، جاء هذا الرجل ويدعى الحارث، جلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقتنع برسالة النبي الأكرم، آمن على يدي النبي، أخبره النبي بتعاليم الدين، فأخبره من ضمن ما أخبره عن الزكاة، فآمن بموضوع الزكاة، وقال يا رسول الله أذهب إلى أهلي وأدعوهم وأشوفهم، إن آمنوا يا رسول الله جمعت الزكاة بزكاتي فأرسل لي رسولك في هذا الموعد. اتفقوا على شنو يا جماعة؟ على موعد معين. راح هذا الحارث ورجع، أخبر أهله، أخبر عشيرته، والحمد لله وفق في هداية قومه فآمنوا برسول الله محمد. فبقي الحارث يترقب ذلك الموعد. في المقابل في الطرف الآخر هناك رجل من صحابة رسول الله، كأن هذا الرجل كان يبحث عن عمل، ومن المعلوم بأن من يجب الزكاة له حصة والعاملين عليها، فكان يستحث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليعطيه مهمة جمع الزكاة
علشان تزيد نسبته نفس ما نقول. فبعد إصراره وافق النبي، قام عطاء قال لي أكو بنو المصطلق روح ليهم. طلع الرجل سار في الطريق وجاء في فكره حادثة في الجاهلية، فتذكر عداوة بينه وبين بني المصطلق. قال هذا لين أنا أيام الجاهلية كنت عدو لهم، الحين شلون العمل؟ أخاف يتذكرون ذيك العداوة فيقتلونني. أخذ يمشي 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 وهذه الأفكار والهواجس في رأسه تدور في رأسه. الطرف الآخر بني المصطلق كرامة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما حل الموعد خرج أعيانهم ووجهاءهم عند باب الديرة نفس ما نقول القبيلة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل من بعيد شاف القوم طالعين عدد كثير فاستراب في الأمر، قال هذا اليوم ما طلعوا إلا علشان شنو؟ يقتلوني، أنا أرجع بسلامتي أحسن لي. لما رجع جاء لرسول الله، ورسول الله في المسجد. الآن الناس هؤلاء اللي في المسجد يترقبون شنو يا جماعة الخير؟ يترقبون العطايا، بعد هاي الزكاة رسول الله يوزعها يوزعها، فالناس تترقب نفس ما نقول ونعبر في تعبيرنا رواتبهم عطاياهم مكافآتهم جوائزهم. المهم يا جماعة الخير دخل هذا الرجل وإذا به بخفي حني. وش عندك؟ قال أنا لما رحت أراد القوم قتلي فهربت طلعت من عندهم يا رسول الله. من سمع هذا الكلام بعض من كان في المسجد قالوا إذن هي الحرب، فإنهم قد ارتدوا عن الإسلام، ليش يمنعون الزكاة؟ ما منعوا الزكاة إلا لأنهم ارتدوا عن الإسلام، فإذن هي الحرب. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة كانوا معزمين على الحرب. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ تريث في الأمر وبعث رجلا قال له روح انت شوف بني المصطلق، نفس ما يقول هذا الشخص، لولا ادخل بخلسة شوفهم يصلون كذا يذنون. راح هذا الرجل، الحارث من جهة أخرى استبطأ رسول الله، قال ما كان رسول الله ليخلف موعدا، أكيد صاير شي في المدينة، ماذا نصنع يا الحارث؟ قال قوموا خلنا نروح ونودي زكاتنا إلى رسول الله. الحارث طلع، ذاك دخل شاف القوم يصلون يأذنون، رجع جاء الحارث دخل المسجد وإذا بأعين الناس كأنما تلمز فيه، وش صاير؟ وصل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكل ينظر إليه. ما عندك يا الحارث؟ قال عندي كل خير يا رسول الله، احنا انتظرنا الرسول ما جاء. قال لا، هذا الرسول من وصل عندكم، أردتم أن تقتلوه؟ قالوا لا يا رسول الله، والله لم نره أصلا ما شفناه. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرسول فأخبره بالأمر. هنا الإسلام في هذه الآية الشريفة يدعو للتثبت للتريث، من هنا الفقهاء قالوا بأن الخبر الفاسق، الخبر من الفاسق لا حجة، لا حجة له، لا يعول عليه، فيبقى الخبر الذي يعول عليه هو خبر الثقة الذي لا يكذب. من هنا جاء مسلك الوثاقة، من هنا جاء مسلك عند الفقهاء بأن الاعتماد في المرويات على الروايات الصحيحة، على الروايات المعتبرة كالموثقة والصحيحة والحسنة. هذا المسلك الفقهي أيها الأحبة. يعني نبي نستفيد يا شباب حكم معين،
ها تبي تستفيد حكم معين مو تستفيد من رسالة في الواتساب مجهولة ها تقول لك يجب كذا يستحب كذا الحكم كذي وين كذا تبني أحكامك وممارساتك وفعلك على رسائل مجهولة المصادر مثلا أو غير موثوقة أو أخبار ضعيفة لا يمكن أن تعول على ذلك حتى في الثورة الحسينية إن جاء خبر يتضمن حكما شرعيا يتضمن حكم شرعي ما تقدر تعول على هذا الحكم الشرعي وهو منقول لك بضعف فالروايات الحسينية الفقهية التي تشتمل على حكم شرعي لا يمكن التعويل عليها إلا إن إذا كانت معتبرة حالها حال الروايات في أبواب الأحكام الأخرى هذا المنهج العلمي في التعامل مع الروايات الفقهية يعني الروايات التي تشتمل على أحكام شرعية زين الآن في الجانب العقائدي شلون نتعامل مع الروايات في الجانب العقائدي يعني لما الرواية تنقل لي مثلا حدثا عقائديا يرتبط بعصمة الإمام يرتبط بعصمة الإمام سلام الله عليه يعني يرتبط بجانب الإمامة مثلا حادثة صحيح تاريخية لكنها اشتملت على عقيدة تلامس جانب العصمة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كمثل مثلا رواية اشتملت نوعا من الغلظة في اللفظ غلط لفظي هل هذه الرواية نقبلها حينئذ لو ما نقبلها ما دام تلامس الجانب العقائدي فلا تقبل تلك الرواية إن كانت تجرح في عصمة المعصوم لما؟ لأننا نعتقد بعصمة الإمام ومن هنا ننبه على الجانب العقائدي شلون نتعامل في الجانب العقائدي؟ في الجانب العقائدي أيها الأحباء في العقيدة العقيدة من ربط عقدات القلب على الأمر يعني تربط نفسك وعقيدتك على شيء معين تربط نفسك على الله فتؤمن أن الله واحدا أحد لا شريك له هذه العقيدة أنت لما تربطها تربطها بالظنون تقول أظن لا لازم العقيدة تربطها على شنو أيها الأحبة تربطها باليقين لازم تربطها باليقين يعني العقيدة مو مثل الحكم الشرعي الحكم الشرعي لاحظ بأنه روي عن الإمام الصادق أنه قال كذا مثلا أن صلاة أول شهر كذي بهالطريقة لكن هذه الرواية تحتمل أنها غير صحيحة لو لا تحتمل أنها ما قال الإمام لكن لأن الرجال اللي قالوها رجال عدول أنا أتعبد بها لكن يمكن يبقى في الواقع احتمال أن الإمام الصادق ماذا لم يقلها في جانب الأحكام تأخذ بالظن المعتبر تأخذ بالرواية الصحيحة تأخذ بالرواية الموثقة بالحسنة على الرأي المشهور لكن في جانب العقيدة ما تقدر تبني عقيدتك إلا بشنو إلا باليقين يعني شنو يا شيخ يعني الروايات الضعيفة في العقائد لا يعول عليها ما يعول عليها يعني مو جنة وتعتقد بعقيدة مروية بروايات ماذا بروايات ضعيفة ما يصلح ما يصلح بل لا يصلح أن تبني العقيدة في جانب أصولها على روايات حتى لو كانت صحيحة حتى لو كانت صحيحة ما تقدر تبنيها ليش؟ لأنك تشوف الرواية الصحيحة محتملة إلى شنو؟ محتملة إلى عدم الصحة
لذلك أيها الأحباء، فقهاءنا ماذا يقولون وعلماؤنا يقولون؟ في الجانب العقائدي لازم نتبع اليقين، نتبع الروايات المتواترة، مو بس الروايات الصحيحة، لازم تكون الرواية متواترة لكي نعتمد عليها في استفادة عقيدتنا. أما غير ذلك لازم نستنتج من الدليل العقلي مثلا يقينا أو نحو ذلك، أما أن نبني عقيدتنا بالظنون فلا يصح. زين، تفاصيل العقائد، في بعض العقائد فيها تفاصيل، صحيح لولا؟ الجنة وش فيها يا جماعة الخير؟ أخبار تناولها القرآن الكريم، صح لولا؟ زين، حور عين، حور عين في وين؟ في القرآن الكريم، في الجنة. زين، نعتقد ان في حور عين، نربط قلبنا وعقيدتنا على ان موجود حور عين، نقول بلى. ليش؟ ليش؟ لان والله القرآن الكريم بعد هذا قطعي، عدل ولا؟ يعني مو رواية ضعيفة ولا رواية صحيحة، قطعية، نقل بتواتر. لكن لما تجي تسألني أنا كشيخ كعالم، تسألني تقول شيخنا في الجنة، في الجنة بعد والله موجود مثلا على سبيل المثال هذه النعمة اللي احنا موجودة عندنا من تلفزيونات وناقل وكذا وما أدري شنو هالتفاصيل، لا أستطيع أن أثبتها لك، ما أقدر أثبت التفاصيل الأخرى. ليش؟ هذه التفاصيل الأخرى، هذه التفاصيل الأخرى لم تتضمنها مرويات، بل حتى لو جاءت بها رواية، بعض التفاصيل جت بها رواية شيخنا، يقول هذه الرواية إذا كانت ضعيفة ما أقدر أبني وأعتقد بهذا الموضوع، أقول محتمل يكون في الجنة كذي، لكن لا أبني عقيدتي على ضرورة أن يكون في الجنة هذا الأمر. لذلك في الجانب العقائدي أيها الأحبة، المطلوب روايات قطعية وليس روايات مظنونة. سيد الخوي قال لا، التفريعات، تفريعات الأمور، تفريعات العقيدة، تفاصيلها نقبل فيها الروايات الصحيحة، لكن الاعتقادات الأساسية لابد من أن يكون الدليل قطعيا، لازم يكون الدليل قطعي وليس دليلا ماذا؟ مظنون. إذن هنا ماذا نلاحظ أيها الأحبة؟ نلاحظ اختلافا في الأداة العلمية في التعامل في الجانب الفقهي عن الجانب العقائدي، عن الجانب العقائدي. وغريب من البعض أن يجي ويعتقد بعقيدة لرواية ضعيفة، يقوم يسوي عقيدة أو يستفيد حكم شرعي من فعل نقل برواية ضعيفة. لا يمكن أن تبني على هذا الفعل وتستفيد حكما شرعيا بهذا النوع من الاستفادة، ولا يمكن أن تبني عقيدة من خلال مضمون ضعيف، بل لابد أن يكون المضمون شنو؟ مضمون قطعي. وش اللي يصير عندنا احنا؟ يصير عندنا خلط في الأداة العلمية، بمعنى أن الإنسان لما يجي يتعامل ويا الأحكام الشرعية يجيب يقول لك عطني شيء أكيد، أقول لك لا، هذه رواية صحيحة معتبرة، يقول لا بشيء أكيد. الخمس واجب شيخنا لو مو واجب، يقول له واجب. زين، من القرآن واعلموا أنما غنمتم، يقول هذه غنيمة الحرب. من الروايات موجود رواية صحيحة عن الإمام الجواد سلام الله عليه، يقول كم رواية؟ نقول له رواية واحدة، يقول بس رواية واحدة في وجوب الخمس؟ إيخا، رواية واحدة بس صحيحة، حتى لو رواية واحدة على صحة على وجوب شيء معين ما دام هي معتبرة شنو؟ نأخذ بها. يقول شيخنا الحين الخمس بس رواية واحدة، نقول لك رواية واحدة منقولة بشكل معتبر، لكن هناك كم كبير من الروايات نقل لكن مع سوء الحظ نقل بشكل ماذا؟ ضعيف. يعني مو معنات إن موجود رواية واحدة بس يا جماعة الخير أن الإمام لم يتحدث إلا مرتين شنو؟ واحدة. الإمام تكلم مش كثر لكن مع الأسف ما نقل شنو؟ كل هذا الكلام، أو نقل وبعض الأصول ضاعت، يعني بعض الكتب مع الأسف أتلفت
وتعرضت إلى نوع من الإتلاف. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى الكم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هذا يعني أن النبي لم يتحدث بالأحكام كلها، لم يبين كل الأحكام؟ لا، بيّن، ولكن هذا الكم الذي وصل إلينا. فهنا نصل في الختام إلى مضمون أكدت عليه المرويات، وهذا المضمون هو مضمون البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، على استحباب البكاء على أبي عبد الله الحسين، وأن من بكى فله الجنة. يعني من أعظم القربات ومن الأفعال المحببة والمستحبة هو البكاء على الإمام الحسين. ولنعلم بأن من دعا للبكاء على الإمام الحسين، مو الإمام الصادق وأحاديث فقط، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤتى بالإمام الحسين وليدا، فينظر إلى الإمام الحسين فيختنق بعبرته. أسماء تلتفت إليه تقول: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ هذا مجلس فرح، ولد. قال: إن لبكاء حديثا. وكأن النبي اختنق بعبرته. شايف شلون الواحد لما يكون في مصيبة ويختنق بعبرته وما يقدر يتكلم، ما يقدر يتحدث؟ تقول أسماء: مرت الأيام، جيء بالإمام الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا أسماء، إن ولدي هذا يموت مقتولا. تقول: يا عجب الله، أيقتل وهو ولدك؟ قال: بلى يا أسماء، تقتله فئة باغية يدعون أنهم من أمتي ويرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم يقول من ضمن ما يقول: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. هذا الحسين وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي الحسين إلى الزهراء باكيا: ما الذي يبكيك ولدي حسين؟ تقول: ما يقول: أرى جدي إذا أراد أن يقبل الحسن قبله في فمه، ولكن من يجي قبلني؟ قبلني في منحري يا أمة، أفي فمي عيب؟ قالت: لا يا بني، ولكن قم نذهب إلى رسول الله. جاءت إلى رسول الله، إلى رسول الله: يا رسول الله، هذا الحسين باكيا في نفس الشيء، ما أخذ بخاطره، شنو؟ قال: تقبل الحسن في فمه، وإذا أردت أن تقبل الحسين قبلته في منحره. لما يا أبا؟